صباح الخير مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي تلفزيون سي بي سي من درة مصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بحييكم وبنقل لكم فعاليات مهرجان العالمين الجديدة واللي بينعقد في نسخته الثانية تحت شعار العالم عالمين. النهاردة أول أيام الويك إند الخامس للمهرجان، وهناك الكثير من الفعاليات اللي بينتظرها الجمهور. النهاردة هيكون أول أيام عرض مسرحية السندباد من بطولة الميجا ستار كريم عبد العزيز، وأيضا النجمة أو فراشة الفن والسينما نيلي كريم. المسرحية بتعيد كريم عبد العزيز مرة أخرى للمسرح. فريق المسرحية وصل بالأمس وقدم بروفات أولية، والنهاردة العرض الرسمي للمسرحية اللي بينتظرها جمهور مدينة العالمين وزوارها. أيضا هناك عدد كبير من العروض، منها عرض لفرقة رضا الاستعراضية على المسرح الروماني، وأيضا عرض لفرقة أم كلثوم أيضا على المسرح الروماني، وهناك الكثير من العروض الفنية الأخرى في الممشى السياحي وفي المنطقة الترفيهية. هناك الكثير من الإقبال أيضا في الويك إند، خصوصا من المحافظات القريبة من محافظة مطروح ومدينة العالمين، ومنها مثلا محافظة الإسكندرية أو كفر الشيخ. هناك أعداد كبيرة وغفيرة تزور مدينة العالمين في أيام الويك إند. هذا كل ما لدينا الآن، ونوافيكم بالجديد دائما في الرسائل القادمة.